السلام عليكم. السلام اخويا بخير الله يحفظك. شحال التقرير دايره اليوم؟ خويا 130. منطقة أغبالة ملوية. شي اللي كتكون دابا؟ هي دابا اللي كاين في هاد الشهور هادي شهر 8 و9 و10 و12. فم واحد. سبب الارتفاع ديال الطفايف؟ ارتفاع اخويا قلة الأمطار وكاين الطوناج قليل شوية في ملوية وتيبقى فم واحد الدركونيات هو اللي تيبقى عاطي المغرب كامل. بالنسبة لهنا ما عندناش حنا شنو وقت تكون البلاد؟ هنايا حتى شهر 3 شهر 4 تتبدا ديال الوادي يعيش وديال ديال المناطق هنا ديال بني ملاح. عاد تيبدا؟ شهر 3 شهر 4 يبغي يدخل رمضان. وبالنسبة خارج الجهة هنايا البطاطا اللي كتدخل؟ تدخل باقة شوية هذه جديدة باقة تدخل ديال الدكوالة والسراغنة والبريدية. من شهر هذاك كتدخل؟ شهر 12 نص شهر 12 ولا يعني باقي الحال باقة شي شهر ونص. شهر 12 هذه شهر 12 يعني هذه غتبقى دابا خدامة حتى لشهر 12 هذه وما يتزاد. والثمن راه في بلاصتو الثمن راه 130 بلاصتو 140 درهم. وهذا السير 14 ريال 16 ريال السير. انا سمعت كانت نهار الحد كان شويه السوق مرتفع الناس ما شارجاتش كاين الثمن والصباح سلعه قليله صبحت 8 دراهم 8 ونص وبنادم راه غادي مع الوقت وشويه الوقت الميزان الصغير ما دايرش الميزان الصغير ما دايرش والو الناس الوكال الدعق الله يحسن العون ونطلبوا من الله الله يرحم فينا الله يرحم فينا خويا والله يدير الشتاويل ديال الخيل الله يحفظك خويا عبد الكريم. وعليكم السلام خويا. خير خويا لاباس؟ مرحبا خويا. هاد البطاطا خويا جاي من غبالو. غبالة سخمان 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 الثمن اخويا راه مرتفع شويه كاين الجمله خويا كاينه 130 120 تما بلاصتها كاين شي يامات كاينه 120 130 هنا في السوق شي تجي الصندوق كل واحد واش باش خدام كل واش يدير كمل معاك كل واحد واش خدام كاين اللي خدام بسناد كاين اللي خدام بالخناشي كاين اللي خدام الصوبه غادي لكادير كل واحد شنو داير. دابا هاد الضطة ديال الاغبال واش تكون هاد الوقيته ديالها؟ هادي هي الوسط ماشي البدايه ماشي لفان في الوسط ديالها في الوسط ديالها. منين كتبدا هي؟ كتبدا من الشهر 7 لفان ديال 7 لفان ديال 7 لفان ديال 7 كتبدا في النويه كتسالي ديال شهر 11 البدايه ديال 12 كتسالي كتبقاش فيها النواع بالنسبه للثمن ديالها على حسب الجوده ولا ثمن واحد؟ لا فيها انواع فيها انواع كاينه واحده اللي ما كتزرعش كاع عندنا جربوها ما كتزرعش ما كتصدقش ماشي ما كتزرعش زرعوها شحال هذه ولكن ما كتصدقش بحال هذه اللي قدامنا دابا شحال دايره جمله؟ جمله واش كاينين جوج جملات كاين جمله ديال الفداد ديال المارشي كاين المارشي كاينه من 150 حتى 120 نهضروها على المارشي هنا لان غتباعها في السوق كتباع على السوق كاين من 150 حتى 120 وكل سوق شنو جاب كل سيمانه وكل كل شهر ما كتدخلوهاش للفريكو كاع ما كتدخل لا ديال ملويه ما كتدخلش للفريكو هذه تبعنيش انا ما تبعنيش انا ديال العرض كتدخل للفريكو. شكرا اخويا. شكرا على واجبك اخويا الله يسلم الامور للجميع الله يجيب التيشتير والشتاء و ديال اش من المنطقه اشرف؟ اقبالو فيها النواع بزاف هي هذه بالنسبه لهادي شحال دايره الثمن ديالها؟ هذه دايره 7 درهم و30 سبعه هذه الجوده مليحه تبارك الله. يا السلام عليكم. ما كايناش كاع 10 دراهم و9 دراهم قليل البارح في نهار الحد في البراديه اللي صبحت شي شويه غاليه كانت قليله لان دخلت السوق شي شويه قليله دخل عا شي واحد ولا جوج يا كاينه يا غاليه ماشي ما غاليهش كاينه 160 كاينه 150 كاينه 140 كاينه حتى 100 على حسب الجوده. بالنسبه لليوم شحال دايره؟ على حسب الجوده اليوم كاينه من 8 دراهم 7 ونص حتى 5 دراهم على حسب الجوده وعلى حسب الكاليتي ديال السلعه. هاد الثمن هذا كاين تيكون في هاد الفتره هادي بالضبط تيكون شي شويه الثمن ديما لان تتكون هاد الوقيته هادي ديال الشلوح تتكون البطاطا ديال الشلوح تتكون قليله شي شويه تيكون هما بوحدهم اللي كاينين غادي تكون ان شاء الله موجوده واحد ال 20 يوم ولا كوك غتدخل دابا ان شاء الله مع التساقطات المطريه ان شاء الله اللي باركنا بها الله غادي تكون السلعه ان شاء الله من واحد 15 يوم 20 يوم بحال كوك غادي تكون موجوده ما غيكونش هاد الثمن هذا غير دابا قليله شي شويه في بلاصتها وهاد
الفلاحات يزيروا علينا شي شويه باش سميتو. دابا راه كاينه 7 درهم في بلاصه عند الفلاح، دابا 7 درهم 7 درهم 7 درهم ونص. لا بيتي شي حاجه الجوده العاليه ولا بيتي شي حاجه اللي مزيانه، تعاول على 7 درهم عند الفلاح، زيد على الصاير الترونسبور سميتو، تتوصل علينا هنا حنا بشي 152 ريال ولا 154 ريال. لا بيتي المليح دابا حاليا، دابا تدخل غير ديال الشلوح شي شويه ديال الفريغو، ولكن الفريغو حتى هو غالي، حتى الفريغو حتى هو غالي، مدخلينو الناس مالي مدخلينو غالي شي شويه، حتى هو غالي. شحال دايره ديال الفريغو دابا حاليا؟ ديال الفريغو كاينه 7 دراهم، كاينه 7 ونص، كاينه 130، حتى هي على حساب الجوده. كاينه في ديال الفريغو 5 دراهم شي سلعه شي شويه اللي بينو وبين، وهو ديما المليح زايد شي شويه في الثمن لان قليل، حتى المليح قليل شي شويه على حساب الشتا، جات شويه قليله مع العطش مع الشتا، السلعه ما جاتش مليحه. هذاك الشيء اللي خلى المليح انه اللي نجح شي بحيره ولا اللي نجح شي محل ديال سميتو راه شد الفلوس، راه خدموا الناس الفلاح راه خدموا وراه شدوا الفلوس. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الإمام نور الدين الكاتب العام لجمعيه العهد الجديد لتجار الخضر والفواكه بالجمله بني ملال. بغيت ندير توضيح للمواطنين والساكنه ديال بني ملال على الخصوص بخصوص هذا الغلاء ديال المنتوج ديال البطاطس. الناس نصح لهم شي مفاهيم عندهم خاطئه بان تيقول بان راه التجار هما اللي وراء هذا الغلاء او الوسطاء هما اللي وراء هذا الغلاء، ولكن خصهم يعرفوا بان راه حنا طالعين في العام السادس ديال الجفاف، والفلاحه اللي كان مثلا اللي كيدير 20 هكتار ديال البطاطس ما بقاش يديرها، تيدير مثلا غير 6 او 5 باش يالله يكفاه الماء وينجحها. وبهذه الفتره بالضبط، هذه الفتره هذا اكتوبر شهر 10 وشهر 11، كتبقى منطقه وحده هي اللي فيها البطاطا، منطقه وحده في المغرب كامل كتفورني على المغرب كامل، هي منطقه ديال الملويه بالضبط غبالو، منطقه تيقول لها غبالو راه الناس تعرفوها، الملويه هي اللي فيها البطاطس. دابا العرض قليل، ان الفلاحه نقصوا بزاف الانتاج، والسبب هو الماء. وبهذه الفتره بالضبط ثاني زادت على بان بطاطا كتبقى في منطقه وحده تهز منها المغرب كامل، تهز منها راه طبيعيا انها غتغلى، غادي تلحق توصل عند الفلاح، غادي يكون شويه فيها الخصاص، غادي يكون فيها. ولكن راه كنبشر المواطنين بان راه من هنا 20 يوم ان شاء الله 20 يوم غادي تنقص الثمن ديالها، غتولي بطاطا في الغارب، غتولي في دكاله، غتولي في سراغنا في تاملات، غتولي في كل شيء، وغادي نقص الثمن ديالها. هذا هو اللي خص المواطن يفهمو باش ما يبقاش يتخلع من الغلا ولا يتخلع. الغلا دابا راه ماشي حتى واحد ما عنده الدور فيه. الغلا راه ديروا الجفاف بوحدو تماما. وتقريبا هذا هو اللي ممكن نقول على الغلا اللي كاين في هذه المده هذه، وراه غادي ترخص بطاطا. ما يتقلقوا مول. شحال بادي دابا الجمله؟ كاينه 7 ونص، 7، 6 ونص، كاينه حتى 5 دراهم على حسب الجوده ديالها. وهذا الشيء راه ما غاديش يبقى، هذا الغلا راه ما غاديش يطول. راه غير البطاطا مازال ما وصلتش في المناطق الاخرين، وبقات كما قلت غير ملويه هي كتفرني على المغرب كامل، منطقه وحده راه ما يمكنش تكفى المغرب كامل. هذا هو، وكون ما كانش الفريغو الناس كانوا مستوكن ديجا البطاطا في الفريغو، راه كنا غادير 20 درهم الكيلو دروك. هذا راه من حسن الحظ ديالنا بان راه الفريغوات باقى فيهم بطاطا، وهما اللي تيزيدوا داك الشيء بحال داك الشيء اللي تيزيدوا خص. وما هذا الغلا هذا راه جابوا الله ما يتقلق منه حتى واحد. انسان يتماشى معاه في هاد 20 يوم اللي جايه وسميتو، وراه غادي تنزل ينزل الثمن ديالها للحاجه 4 دراهم و3 ونص وتكون مقبوله ان شاء الله. وهذا الشيء اللي كاين الاخ. 7 دراهم زعما شنو السبب ديال هاد الغلا اللي كاين دابا حاليا؟ ياك هادي رمليه ياك؟ رمليه؟ الطربه ديالها الطراب ديالها بحال هادشي بحال الثمن ديالها كي الحمراء كي